اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. إلهنا نطرق بابك، نطرق بابك، نطرق بابك، نرجو نوالك بقلوب ملؤها الذل لك، بقلوب ملؤها الذل لك، ووجوه ملؤها الحياء منك. إلهنا قد وجدناك رحيما فكيف لا نرجوك، ووجدناك منعما كريما قريبا فكيف لا ندعوك. إلهنا إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، فنسألك يا ملاذنا يا ملاذنا يا ملاذنا إذا ضاقت الحيل، ويا ملجأنا إذا انقطع الأمل، يا الله يا الله يا الله، اعتق رقابنا من النار، واصرف عنا الشر والشنار. إلهنا اجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة. إلهنا لو أردت إهانتنا بالنار لم تهدنا، ولو أردت فضيحتنا غدا لم تسترنا. فتمم اللهم ما به بدأتنا، ولا تسلبنا ما به أكرمتنا. إلهنا إلهنا إلهنا، أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا؟ إلهنا إلهنا، أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا، وجها كان لك ساجدا، ولسانا كان لك ذاكرا، وقلبا كان بك عارفا. إلهنا إلهنا إلهنا، هذا مقام العائد بك من النار. اللهم أعذنا اللهم أعذنا، استعذنا فأعذنا، ومن شرها أجرنا ومن شرها أجرنا، واجعلنا أهلا لجنانك، أهلا لجنانك، أهلا لرضوانك، أهلا لنعمائك، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبر وستر وبركة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب أوفر الحظ والنصيب أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلته في هذه الليلة من بلاء وشر وفتنة وهم فاصرف عنا وعن المسلمين اصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم.